السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم من جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم هاد الوصفة ديال الدجاج. كتجي بالليمون اي برتقال، كتجي بصراحة زوينة وسهلة في طريقة التحضير ديالها. غادي نرافقوها بواحد السلطات وبواحد المقبلة. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كيلونس ديال الدجاج هنا راه مقطع ومغسول بالحامض وبالخرقوم وسكينجبير. ايه اش غنديروا معاه ان شاء الله؟ هذه وصفه قلتي لي كندير الدجاج بالليمون. بالليمون والمطاط غريبه شويه ولكن كتجي زوينه. كتجي بنين في الفران. في الفران الصيف يجي زوين. بدلو شويه يعني. نبداو مع المقادير ان شاء الله. اش غنحتاجوا لهاد الكيلونس؟ الكيلونس فيه لنا عندك معلقه ديال الخرقوم. هنا راه درناه ديجا، لقيتها بادي وقلت لها حبسي تنسجل. بغيت نبارطاجيها معكم الصراحه عجبني بزاف. هنا خديتي معلقه صغيره ديال الخرقوم ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال السكينجبير وواحد جوج طريسات ديال الثومه راهما محكوكين. ايوا من بعد اش غادي شنو العطريه الاخرى؟ حيت العطريه الاخرى لقيتك درتيها ديجا. لقيت اللي درتها ومعلقه ديال التحميره. هنايا فلفل احمر، معلقه كبيره ولا صغيره؟ كبيره. معلقه كبيره صغيره ديال الفلفل الاحمر. وهنا معلقه صغيره ديال البزار، ديال الفلفل الاسود، واحد الطويمه ديال الزعفران، وهادي معلقه خلاص ديال المطار، وهذا كاس ديال الليمون، معلقه كبيره ديال المطار وكاس ديال الليمون. الليمون حوم. هنا كما قلت لكم الليمون راه هو البرتقال. حنا كنقولوا الليمون المهم في المغرب راه هو عصير البرتقال. المهم يكون عصور محايدين ليه العظومه ديالو. وهنا عندنا حامض مصير، حامض مصيره، وعندنا بصله صغيرة مقطعة هيا كيما كتشوفو، مشلضين. قزور معدنوس شحال تقريبا ديال قزور معدنوس؟ جوج شوحة بجوج معلقات. مغاديش نديرو هاد الكمية كاملة. هدا غنديرو جوج معلقات. جوج معالق كبار؟ جوج معالق. يلا نبداو على الطريقة ان شاء الله. دابا غادي نخلطو هاد المايونيز هاهو كيما كتشوفو. نخلطو كاس ديال الليمون. غادي نبداو على بركة الله. حنا بدينا درنا ديك الطويمه، درنا كلشي العطريه، درنا البصيله حتى هي كما كتشوفوا، درنا ديك المعلقه ديال الربيع، درنا هذا الحامض، نص ديال الحامض هذا مقطع، وزدنا الكاس ديال الليمون مع داك المطاط. بالنسبه للملحه ما قلناش الملحه حقاش غاسلينو بالمنو الملحه ودايرين هذيك الضويمه ديال الزعفران ودخلنا الحامض مسير. ما نديروش الملحه كاع، ما نديروش الملح لا غادي يجي واعر. صافي غادي نخلطو ونديرو لا ما لا والو. غنزيدو من بعد ما نخلطو نخليو يشرب واحد شويه، غنزيدو واحد جوج معلقات ديال زيت البلديه. تديريه في الفران؟ اه تنبغي نديرو دابا نخليه شويه مرقد. حنا كتخلي مرقد واحد الساعة بعدا ولا هذا من قبل، وعاد كديريه في المول وديريه في الفرن. هاد الطريقة نقدرو نديروها للفخاد بحال الفخاد ديال الدجاج بوحدو؟ أي حاجة أي حاجة بغيتي ديريها ديريها الفخاد. الصدر بوحدو أكثر هي الصدر بوحدو تا هو كيجي واعر، كيجي زوين. بصراحة أنا سامعة بالحامض ولكن بالليمون أول مرة كنسمع. لا بالليمون كيجي تاني رائع. ولا بالبرتقال، حيت كاين الناس اللي عزيز عليهم عقبوا في التعاليق على غير بالسم. هما البرتقال حنا في المغرب حنا كنقولوا الليمون، وفي اللغة العربية راه الليمون هو الحامض، ولكن حنا كنقولوا الليمون. المهم البرتقال كيجي واحد النكهة اللي هي زوينة ديجا، غير الريحة راه طالعة. كيبقى يطيب حتى كينشف وكيتحمر، ما تزيديش ليه الماء نهائيا. ما كتزيديش ليه الماء، هو كيتلقى الماء ديالو. دابا نوريو للمشاهدين كيفاش من بعد نديرو في الفرن غادي يبدا يطيب، غيولي هو طارق داك الماء ديالو. دابا صافي نخليو يشرب شويه ونزيدو. تقريبا شحال ديال الوقت نخليو مرقد؟ قد ما خليناه ما خليتي، واخا تخليه حتى التصويع ماشي مشكل، واخا ترقديه في الليل وتخليه. غير هو في الليل بغيتي ترقديه ما ديريش فيه البصله ديك الساعه. اه تلغد البصله حتى الغد عاد ديريها هي والربيع ان شاء الله. المهم غنخليه يتقد ومن بعد غنوريكم. دابا من بعد ما خليتيه يرتاح، يرتاح دابا غنزيدو دابا شويه ديال زيت البلديه وغادي نديرو في الفران. شحال تقريبا ديال زيت البلديه؟ جوج جوج معالق صغير باش ما يجيناش ناشف، باش ما يجيش داك الدجاج ناشف. كما ورينا من قبيله ها الدجاج دابا ان
ندخلو الفران. صافي محلو الفران ونطيبو هاكا. ما تكون عافية مهينة شحال تقريبا على 180 200 درجة عادي البوطة، المهم غير كت بدي تشال. كيبدا يتجاب صافي كتنقصي عليه شوية البوطة حيت كيطلق الماء نجي تنقصي عليه بزاف. اه بزاف ما غاديش ينشف لينا. شي مدة شحال ديال الوقت؟ ساعة؟ ساعة ساعة ديال المقام. ورق الزبدة راه دارت مع الدجاج واحد السلطه مرافقه، دارت وحده بعدا ديال العدس غادي نوري لكم بعد. ولكن هذا دارت خيار قطعته على هذا الشكل، ودرت فيه البصله حمراء والبصله بيضاء قطعتهم كما كتشوفوا، درت معدنوس مقطع ودرت الملحه والخل وشويه ديال زيت الزيتون. هنا راه درت اللوبيا، اللوبيا سوطات مع شويه ديال المطيشه، وهذه كورشيت قطعتها بهذا الشكل. هنا ديال الكورشيت هذه سلقتيها ولا درتيها غير هكا؟ سلقتها هي اللوبيا وشويه الملحه، شويه الملحه وشويه البزار وسط اللوبيا وهذا صافي. ومن بعد زدتي عليهم درتيهم في مع حكيت مطيشه بجوج مطيشات وخليتهم يتحروا مع شويه زيت العود وهذه الثومه، وزدت شويه البزار وشويه الكامل والربيع صافي. صافي كتشحريها مزيان. هذا غادي يجي مرافقه الدجاج اللي درنا في الفران. هادي شلاضة، شنو درتي فيها؟ شلاضة درت زلافة ديال العدس سلقتها، قطعت شوية الفلفلة وقطعتها، مطيشة تانية مشوية، شوية وقطعتها، وبصلة بيضاء، بصلة بيضاء واحد الحبة كبيرة شوية، ومطيشة واحد جوج مطيشات. جوج مطيشات شحال نديرو معاها؟ كاس تقريبا ديال العدس مسلوق. سلق مع شويه الملحه صافي. كلشي كيكون بارد هنا غادي نزيد عليها واحد الخيزو مقطع حتى هو مسلوق حتى هو من قبل، وقطعته طريفات صغار غادي نزيدو عليها حتى هو. صافي غادي ندير دابا شويه الربيع معدنوس، هذا معدنوس كلشي كبير. اللي بغى يضيف يزيد عليها الطون، يزيد اللي ما بغاش الطون، اللي بغى يزيد الطون يزيد المايونيز كتجي معاها زوين. انا دابا ما عنديش، ما متوفرش عندي، درتها عاديه. اه كتجي زوينه الصراحه. غادي نديرو شويه البزار. هادي شلاطه بلديه زوينه الصراحه. العدس ما كيتكاش الصراحه، احسن بهذه الطريقه ياكلو. خلو له غادي نديرو شويه زيت العود. صافي دابا غادي نخلطوها، صافي درنا كلشي. هذا عصير محبوب الجماهير، خيزو الليمون حكا في حكاك، هذاك الحكاك هذا الوسطاني، ماشي هذا الوسطاني كيجي زوين. العسل المفضل ديالي زوين. ثاني ندور شويه القرفه، هنا كما كتشوفوا ها هو طاب، ولاصوص ديالو كما كتشوفوا ختير. غادي نخرجوه دابا ونديروه في طبق التقديم. جينا بزوينات والريحه زوينه تبارك الله. وهنا كما شفتوا راه حنا تقريبا سالينا الاطباق ديالنا كاملين، يعني غنديروا تقديم اللي هو بسيط، هي فقط فكره، كل واحد يقدم كما بغى. فهذا الدجاج صراحه جات واحد المذاق فيه رائع، يعني رائحه الليمون ديالو فيه كتبقى كيطيب كتبقى عاطيه ديك الريحه ديال البرتقال. وكما كتشوفوا يعني ديك المرق ديالو جات المرقه معلكه وجات يعني اكثر من رائعه. يعني كنشكر الاخت بصراحه الله يحفظها والله يخلي ليها صحيحتها، جا كل شيء رائع الاطباق، لا السلطات ولا المقبله ولا الديسير، جا كل شيء زوين.
نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. فإلى عجبكم الفيديو كما كنقول دائما ما تنسوش تخليوا لي تعليق وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. كنشكر الناس اللي عاد دخلوا جداد معايا في القناه، كنشكركم على التعليقات ديالكم وكنشكركم على التشجيعات ديالكم. كنقول لكم السنه هجريه مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله ما تنسوش اللايك والبارطاج. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.